شفتي من النعيم اللي ربنا كرمني بيه كتير جدا وفاض عليا من الخير والمال والبركة بالرزق الكبير بسبب حاجة واحدة كنت بعملها. المال ربنا اداني كتير والرزق ربنا اداني كتير والأولاد بدل الاتنين ربنا اداني وبدل كل خير الموجود عندي بزيادة ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في قصة جميلة أوي مع كلمة جميلة أوي ذكرت في القرآن الكريم، وكلمة بتحكيها لنا أخت جميلة، قصة حلوة أوي بتحكيها. بتقول أنا شفت من النعيم ربنا سبحانه وتعالى. أختي بتسألها بتقول لها ما شاء الله، أنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بشوف الكلام الجميل كل كلامك بتقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه حكاية قصة ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ بتقولي بناكل تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عيال صحي وناموا وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول أكلت تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شوف نعمة عند واحدة صاحبتها تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فبتقول لها إيه حكاية بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتاعتك دي؟ قالت لها أحكي لك القصة بتاعتي. قالت لها انا دايما كنت اما اجي احفظ القران احفظ ايتين ثلاثه والاقي نفسي القران راح مني مش قادره احفظ تاني، الاقي اولادي مبسوطين فرحانين ابص لهم كده وانا مبسوطه فرحانه بيهم، الاقي شويه ويتخانقوا معايا، اجي اعمل حاجه حلوه ومبسوطه بيها وفرحانه وشويه الاقي الدنيا تقلب نكد ومش عارفه ايه. فتقول سبحان الله العظيم الحاجه ديت وترتني وزعلتني واتضايقت، ضايقت جدا منها. بصوا بقى انتوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، الشجر الجميل ده في تركيا ما شاء الله الشجر ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا وانا بتمشي وانا رايحة الدرس بشوف اشجار كتيرة فاي بقف اسجل لكم هنا تسجيل ما شاء الله لا قوة الا بالله في البستان ده عند حد، فانا واقفة على جنبي كده وصورته اتمنى ينول اعجابكم. فبتقول لها ايه حكاية بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله ديت؟ قالت لها بصي يا ستي انا الحمد لله والشكر لله لما شفت التعب والزعل اللي انا فيه دوت عرفت وتيقنت ان انا ما بقولش ما شاء الله لا قوة الا بالله. عارفة قصة اصحاب الجنة في سورة الكهف ان هو ايه اللي دخل جنته وما قالش ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ قال لو انت كنت قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله كنت هتلاقي شجرتي وجنتي احسن، الجنة بتاعتك احسن من الجنة بتاعتي، بس انت قول ما شاء الله لا قوة الا بالله، انت راني انا اقل منك مالا وولدا. سبحان الله العظيم، فالواحد لو هو بيقول ما شاء الله لا قوة الا بالله على اي حاجة يشوفها ربنا بيزيد عليه النعمة والبركة. فقالت بتقول لها انا ما شاء الله لا قوة الا بالله من كتر ما انا، بتقول لها من كتر ما انا بقيت اقول ما شاء الله لا قوة الا بالله الاقي ولادي ماشيين الاقي ولادي قاعدين اقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. فشفت من النعيم والبركة اللي ربنا رزقني بيها وشفت من الخير والبركات اللي ربنا ادهاني وعطاهاني بسبب ان انا بقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. فتبارك الرحمن بقيت كل ما اجي احفظ قرآن كل ما اجي احفظ قران ربنا يتم عليا احفظ صفحه صفحتين وزي الفل واقول على نفسي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اشوف اولادي نايمين وصاحيين او قاعدين بيلعبوا اقعد اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اقول على نفسي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اشوف اخواتي وتربيه اخواتي لعيالهم ومالهم معاهم سعداء وفرحانين اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ففي اي حاجه بقيت اعملها اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، زي الشجر الجميل ده هي فاكهه سبحان الله، بس مش بتتاكل بس شكلها جميل سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله على كل حاجة بعملها ربنا بيزيدني بركة بيزيدني بيها حب ويقين ويزيدني فيها رضا ورضوان. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم وأنتوا دائما تقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله على كل حاجة عندكم في بيتكم وعلى كل رزق وعلى كل خير وعلى كل بركة، وتذوقوا من النعيم الدنيا وتتلذذوا من نعيم الدنيا ونعيم الاخره بسبب ان كنت اقول لهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. هتلاقوا نفسكم بتحفظوا قران حلو قوي وهتلاقوا نفسكم بتعملوا حاجات جميله قوي. وسبحان الله العظيم الحسد ده وارد، هو مش انت مش بتبصي على نعمتك بتحسديها، لا النظره سبحان الله العظيم انا مش عارفه اوصفها ازاي، بس هي ربنا يعافينا ممكن واحد بنظره تقع منه النعمه وبنظره تقع منه الخير اللي عنده فلان. كان الشيخ الشعراوي رضي الله عنه ربنا يا رب يبارك يرحمه ويغفر ذنبه
بقى ان شاء الله تعالى. بيقول لو انت شوف كل الناس عندها نعيم الدنيا كلها، وعندهم الذهب وعندهم العربيات وعندهم الشقق وعندهم الفيلا وعندهم كل حاجه في حياتهم سعداء فيها، وانت ما عندكش اي حاجه من الحاجات ديت. عارف لو انت فرحت للناس دي كلها وفرحت للنعمه اللي عند العبد دوت، فرحت له وفرحت لصاحبك بالنعمة دي، ربنا هيجعل النعمة دي تجيلك انت من حيث لا تدري ولا تحتسب. فهتروح ايه؟ هتروح جاية لك تاني من حيث لا تدري ولا تحتسب، من دون اي حاجة انت بتعملها، ولا تقول انا عايز العربية دي ولا حاجة. هتلاقي العربية جات لك وهتلاقي رزق جالك، بس طبعا لازم نسعى ولازم نجتهد ولازم نعمل كل حاجة عشان ربنا يوصل لنا النعمة لحد عندنا، وناخدها برزق حلال، ونكسب النعمة برزق حلال، وان احنا نعمل الحاجة كلها تجينا حتى عندنا برزق حلال. شفتي دهب على ايد صاحبتك، شفتي ان عندها جنينه وعندها بيت، عندها زرع، عندها اي حاجه، عندها جمال من النعيم اللي ربنا بيرزقها بيه، قولي ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا الحمد لله مش بطلع بوشي، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبمشي واحب افرحكم جميعا معايا بمنظر جميل ومنظر حلو، ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان انتوا كمان تفرحوا وتسعدوا منظر حلو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يبارك لأهل البستان والزرع الجميل ده ويسعدهم يا رب ويبارك لهم. وشكرا لكل متابعيني كنتوا لسه بتسمعوني، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. معلش أنا بنهك، بس عشان ايه؟ تركيا كلها مطالع، فصوتي ايه فيه نهجان من كتر المطلع اللي طلعته. فربنا يتقبل يا رب خالص انا وجه الله الكريم، رزقنا الاخلاص في القول والعمل. ما تنسوش بقى اللايك والتعليق والكومنت عشان يرفع الفيديو لفوق ويطلع لكل المتابعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع واستقبالكم لفيديوهاتي. مشكره كل على كل التعليقات اللي بتوصل لي منكم، تعليقات جميله وانا برد على كل التعليقات. وحابين اي استفسار اي حلقه جديده او اي حاجه حلوه حابين ان انا اعملها قولين وانا اكلمكم عليها. كنتم معكم اختكم في الله هبه علام، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه اني. السلام عليكم، يلا باي.